الغزالات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير يا ربي. هذا الفيديو نلقاكم في احسن الظروف او بصحه جيده ان شاء الله يا رب. كيف كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غنوجد واحد الحريشات محشوين بالزيتون والكحل، كيجيو رائعين وكيجيو لذاذين وغزالين بزاف. نتمنىكم تجربوهم ونتمنىكم تبارطاجيو هذا لا فيديو مع احبابكم وصحابكم وخواتكم وخواتاتكم باش تعم الفائده. المهم غادي نفتح معكم واحد الوحيده، انتوميا هذه هي الحاشه ديالنا، كتجي بحال ديال المحلات ديال الزنقه وحسن كاع، كتجي غزاله. نتمنىكم تجربوها وترشوا عليا الخبر. والمهم ما نطولش عليكم، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. كما كتشوفوا غادي ندوزو المقادير طريقه التحضير. غادي نستعمل السميده هي الاولى. المهم انا كنستعمل هاد الميمونه، راها زوينه وغزاله بزاف، جربت كاع السميده ولكن هذه هي اللي الصراحه كانت لا في البغرير ولا في الحرشه كتجي غزاله. المهم كنعبر بالكاس، درت جوج كيسان اونس ديال السميده، غادي ندير معاهم واحد القريصه ديال الملح. الملح كتبقى حسب الذوق. غادي ندير معاهم السنيده حتى هي مغاديش تكتر، واحد المعلقه. غندير واحد الخماره ديال الحلوى، غنديرهاش كامله، غندير غير النص ديالها تقريبا واحد 4 غرام. صافي كنستعمل الزيت النباتيه وحتى كنخلط هاد النواشف بوحديتها. كنجي هنا كندير تقريبا واحد جوج المعالق ديال الزيت نباتية، نحاول نبسبس هاد السميدة اللي عندي. بعد ما كنبسبسها على هاد الشكل هذا، المهم البنات غادي نسبق حطيت لكم الطريقه ديال الحرشه شحال هذه. المهم الا عندكم الوقت تخليوها حتى ليله كامله ديروا لها الطريقه هذه. الا بغيتوش ديروا السكر والخماره خليهم ابار هي والملحه، غديروا غير السميده وديروا الزيت وكتبسبسوها مزيان وكتخليوها على جنب قد ما كتجلس هاد السميده مرقده في هاد الزويته. قد ما كتجينا الحرشه غزاله وكتجينا من الداخل كتجينا نفسيه، ما كتجيناش معجنه ولا مدقصه، كتجينا غزاله وكتجي زوينه في الصراحه. المهم هذه غادي نخليها انايا واحد 15 دقيقه حيت ما عنديش الوقت، نخلي 15 دقيقه باش ندير لها الماء ونخليها حتى ترتاح بينما كتشرب داك الماء اللي غادي ندير لها. صافي نتلاقاو باش نوريكم طريقه بطريقه. بعد ما كدوز ربع ساعة كنشي واحد الكاس ديال الماء كنديرو بارد، نزيدها واحد شوية حتى كتجمع ليا هاد الماء، كنخليها شوية ولكن منحاول ما كيف كنقولكم دائما منحاولوش نعجنوها هكا. صافي دابا غادي نخليها على جنب وندوز باش نحط المقلة تسخن بينما شربات لي هاد الحريشات وهانتوما معايا. صافي كيفما كتشوفو من بعد ما كدوز واحد 5 دقايق هانتوما راه العجينة ديالي أو الحرشة ديالي شربات هديك الميها. غادي نجي هنايا كندير واحد كنجيب واحد السيركل والمقياس اللي بغيتو، كندير واحد الطبيصة لتحت. صافي
كنبقى ندير واحد الرشيشه ديال السمنه باش كتجيني الحشره ديالي فيني. كنجي هنايا كنحاول نحط هنا شويه ديال العجينه من ديال اللبن. ديال الحرشة نجيب الزيتون نحط فيها زويتينات. الزيتون كيبقى اختياري هو والزعتر، اذا عندكم الزعتر انا مبقاليش الزعتر، كيعطي واحد المذاق رائع. انا ديما كندير حرشه كبيره، دابا قلت علاش ما ندير حرشات صغيورين. صافي كتجيني على هذا الشكل هذا، نحاول نقلبها غير بالراحة. هانتو معايا، غادي ندوز باش نعاود معاكم الثانية إن شاء الله. صافي غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي الكميه اللي عندي ديال العجينه وندوز باش نطيبهم. المهم هذا السيركل هذا كيجي كيجيوك الحريشات قد عبار واحد. هانتو معايا، صافي كنجيب واحد الصينية ولا واحد البلاطو كنقلبو وكنبدا نشكل نحط فيه الحريشات اللي عندي وغادي نستمر على هاد الشكل هذا حتى نسالي ونتلاقاو كيف قلت لكم باش نطيبو هاد الحريشات. صافي غادي نحبس دابا باش ما يجينيش الفيديو طويل وما نطولش عليكم حتى نتوما الفيديو. كما كتشوفوا البنات من بعد ما كنسالي العجينه ديالي كنحط المقله كتسخن صافي وكنجيب كنحط هاد الحريشات ديالي. غادي نستنى عليهم حتى كيطيبوا ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا. وكما كتشوفوا كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحريشات هادو، كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو فرديين. او كما كتشوفوا جوج كيسان ديال السميده اونص عطاوني 8 الحبات، يعني هذه راها متوسطه ماشي صغيره ماشي كبيره. وكنقول لكم البنات بارطاجيو هاد لا فيديو مع احبابكم وخوتكم وصحابكم وصحاباتكم باش تعم الفائده والناس كلشي يشوفوا هاد لا فيديو هذا ديال هاد الحريشات هادو ساهلين اقتصاديين والمكونات ديالهم موجوده في كل بيت. والسر ديال هاد الحرشه باش كتستقليا يعني قلت لكم كناخذ انا هذيك السميده. وكنقول لكم البنات اللي كنتو جداد في القناه ابوناو معايا ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.